انتصف النهار بتوقيت القدس المحتلة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج مراسلون في الميدان، والذي نتابع من خلاله تطورات ومجريات الأحداث في محافظات الوطن كافة من خلال شبكة مراسلين في الميدان، لتبقوا دائما في قلب الحدث وفي قلب كل ما هو جديد. نبدأ هذه الحلقة من العاصمة المحتلة. معي من هناك مراسلتنا كريستين ريناوي. كريستين، مرحبا بك معنا. أهلا بك أمل وبكافة المشاهدين. بداية كريستين، لو تنقلي لنا الصورة في مدينة القدس المحتلة لهذا اليوم. نعم أمل، يعني أتواجد في بلدة سلوان الخاصرة الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك. نعد تقريرا حول مصادرة جديدة ينفذها المستوطنون، تحديدا جمعية العاد. جمعية العاد يعني تخطط لمصادرة نحو 10 دونمات من أراضي حي وادي حلوة في بلدة سلوان جنوبي الأقصى. بدأت بوضع سياج كما تشاهدون في الصورة، تغلق هذه الأرض بسياج وبوابات حديدية لصالح إغلاق الأرض، ومن يستطيع أن يزورها فقط رواد ما يسمى مركز زوار تابع لبؤرة استيطانية تسمى عير دافيد أو مدينة داود. كما تشاهدون في الصورة، فقط سياح ومستوطنون يستطيعون الوصول إلى هذه المنطقة، مع العلم إلى أن هذه الأرض هي تابعة لأراضي وأهالي بلدة سلوان. 10 دونمات كان يستخدمها المواطنون للمنفعة العامة، اللعب، إقامة نشاطات مختلفة، إلى أن جمعية العاد الاستيطانية وضعت يدها على الأرض. وقبل صدور قرار المحكمة، محكمة ما تسمى المحكمة العليا، وضعت هذا السياج وفرضت وقائع على الأرض قبل صدور قرار المحكمة، الذي أوصى بأن على جمعية العاد الاستيطانية أن توفر أرض في ذات المساحة حوالي 10 دونمات للمواطنين، كونها مصادرة. ويعني محكمة الاحتلال أجبرت على استصدار مثل هذا القرار ليعني الخطوة الفاضحة التي قام بها المستوطنون. نذكر على أن بلدة سلوان هي من أكثر البلدات التي تتعرض للتهويد، وفيها استعار استيطاني يقطن هذه البلدة التي هي جنوب المسجد الأقصى المبارك. حوالي 55,000 مواطن مقدسي يسكنون في بلدة سلوان في حي وادي حلوة الذي نتواجد فيه أمل. يعني هنالك حوالي 6,000 أو 7,000 فلسطيني يعيشون هنا، يعانون بشكل يومي من إجراءات الاحتلال التي تطبق ترانسفير، تطهير عرقي، محاولة تفريغ هذه الأرض من السكان الأصليين، وتطبيق المشاريع التهويدية دون أن يكون هنالك تصدي. نذكر أيضا أمل بمشروع الاحتلال الأخير، مخطط الاحتلال الأخير الذي يحاول المواطنون التصدي له، مخطط كيدم الاستيطاني الذي يحاول الاحتلال بناء مجمع مكون من 5 طوابق قبالة الأقصى، يضم مكاتب وغرف ومحال تجارية وغرف تعليمية للأثار الإسرائيلية. في هذه المنطقة الاحتلال يدعي بأنه يعني يريد تحويل هذه الأراضي إلى حدائق توراتية، للإدعاء بأن الملوك الملك سليمان والملك داود مشوا في هذه الطرقات، وبالتالي يضيقون على المواطنين الأصليين الذين يعيشون هنا. على صعيد آخر أمل، هنالك هجمة مستعرة على كل مدينة القدس، على العاصمة المحتلة بكل ما فيها، مصادقة جديدة على بناء 92 وحدة استيطانية جديدة فيما تسمى وسلطنة بسجاد زئيف المقامة على أراضي المواطنين في بلدة بيت حنينة شمال العاصمة المحتلة. يعني هذه الإجراءات أمل هي من شأنها يعني إبقاء التوتر في العاصمة المحتلة وتأجيج الأوضاع بفعل الإجراءات الاحتلالية التي تفرض وقائع على الأرض على حساب الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة. نعم، هل شهدت العاصمة المحتلة أي اعتقالات أو مداهمات أو مناوشات في الأقصى؟
يعني اليوم يوم السبت عادة يعني يحظر على المستوطنين الاقتحام، يومي الجمعة والسبت لا يكون هنالك اقتحامات، يوم غد الأحد سوف يستأنف المستوطنون اقتحاماتهم الاستفزازية من جهة باب المغاربة الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفتاحه منذ احتلال المدينة عام 67، وبالتالي هذا اليوم لا يوجد اقتحامات، لم تسجل اعتقالات في العاصمة المحتلة، لا يعني إلا أن نشير إلى أن هذا العام كان حمل يعني وشهد حملات اعتقالات عديدة، هنالك تسجيل أكثر من 1500 حالة اعتقال منذ بداية العام. أمل، على صعيد هدم المنازل أيضا هنالك هجمة مستعرة، الاحتلال هدم في القدس أكثر من 120 منشأة تجارية وسكنية في العاصمة المحتلة، وهذه يعني معطيات تبين حجم الحرب على العاصمة المحتلة في سنة احتلالها 50، نصف قرن مر على احتلال العاصمة المحتلة، وبالتالي المواطنون من يدفعون فاتورة باهظة للصمود والبقاء على هذه الأرض المقدسة. نعم. والمحتلة. نعم. إذن كريستين رناوي مراسلتنا حدثتنا من القدس المحتلة، أنتقل إلى مراسلنا عزمي بنات من مدينة الخليل. عزمي مرحبا بك معنا. مساء الخير لك يا أمل ولجميع السادة المشاهدين. نعم عزمي، لو تنقل لنا الصورة في مدينة الخليل، وهل شهدت المحافظة أي اعتقالات أو اقتحامات أو دهم منازل من قبل الاحتلال؟ نعم أمل، يعني اليوم نطل عليكم من خربة الفخيت وهي تقع في مسافر يطا جنوب الخليل، حيث كنا في طريقنا إلى خربة جنبة والتي تقع في مسافر يطا لإعداد تقرير حول الإخطارات التي وزعها جنود الاحتلال على هذه المنطقة والتي تقضي بهدم عيادة صحية تعود ملكيتها للمواطن موسى أبو يونس، فيما أيضا أخطرت غرفة سكنية تعود ملكيتها للمواطن محمود عيسى. هذه المنطقة التي تتعرض إلى اعتداءات مستمرة من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين، ونحن في طريقنا إلى خربة جنبة تفاجأنا بوجود سواتر ترابية مرتفعة وضعتها سلطات الاحتلال على مداخل قرية جنبة، والتي تحد المواطنين من الوصول إلى منازلهم وكذلك تحد المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، ناهيك أيضا عن عدم وصول المركبات إلى هذه المنطقة، مما يشكل خطرا حقيقيا على هؤلاء المواطنين، والتي تبعد من هذه المنطقة ما يقارب 20 كيلومتر في عن مدينة يطا. بالإضافة أيضا أمل في نفس السياق، يعني منطقة حلاوة وأيضا تقع في مسافر يطا، قوات الاحتلال تستهدف هذه المنطقة بالهدم بشكل مستمر، وسوف نتناول في تقرير اليوم موضوعين يتعلق في موضوع جنبة وأيضا خربة الحلاوة، وسنكون في صدد إعداد تقرير لبثه في النشرات القادمة بإذن الله. انتقالا إلى موضوع آخر أمل، وتحديدا في خربة قلقس، حيث قمعت قوات الاحتلال مسيرة سلمية انطلقت في منطقة قلقس والتي تقع في الجزء الجنوبي من مدينة الخليل، والتي تطالب بفتح البوابة المغلقة منذ 17 عاما أمام 3000 مواطن يقطنون هذه المنطقة، وتشكل خطرا حقيقيا على هؤلاء السكان كونها تبعد ما يقارب 400 متر عن مركز مدينة الخليل، حيث أطلقت القنابل الغازية والصوتية صوب المشاركين. هذه الفعالية التي نظمتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وأيضا المؤسسات الموجودة في مدينة الخليل، والتي تندد بهذه الجريمة المستمرة بحق هذه المنطقة، ناهيك أيضا عن قيام بلدية الخليل بانتزاع قرار من قبل الجانب الإسرائيلي بفتح هذه البوابة الأسبوع الماضي، ولكن عادت الجرافات الإسرائيلية وأغلقت هذا المدخل بالسواتر الترابية، وما زالت أيضا الفعاليات على بشكل مستمر تنظم في هذه المنطقة لفتح هذه البوابة، والتي تشكل خطرا على هؤلاء المواطنين كونهم أنهم لا يستطيعون التعامل مع الأمور الطارئة كالحرائق وأيضا الأمراض المنتشرة أو الأمراض التي تحدث بين صفوف المواطنين. في موضوع آخر أمل، وتحديدا في منطقة كرزة بمدينة دورة جنوب الخليل، أهالي هذه المنطقة الذين ينددون بإقامة المصانع الإسرائيلية على أراضيهم الزراعية والسكنية كونها تشكل خطرا بيئيا واقتصاديا على هؤلاء السكان نتيجة انتشار الأمراض بين صفوف المواطنين نتيجة يعني حدوث الإشعاعات وأيضا التلويث البيئة المحيطة بتلك المنطقة، ويطالبون يعني بلفت النظر إلى هذه المصانع التي تقام على أراضي المواطنين كون أن وزارة الصحة الفلسطينية ووزارة البيئة تندد بها
هذه الجريمة كونها مخالفة للقانون البيئي وأيضا مخالفة للقواعد الصحية في فلسطين. أيضا يعني أما نتحدث عن الاعتقالات من قبل جنود الاحتلال، حيث دهمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وبلدتي يطا وبيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل، ولكن دون أن يبلغ عن أي حالة اعتقالات بعد اقتحام العشرات من المنازل وتحطيم محتوياتها والعبث في محتوياتها. هذه هي مجمل الأحداث والفعاليات أمل في مدينة الخليل حتى هذه اللحظة. نعم، إذا مراسلنا عزمي بنات كنت معنا من مدينة الخليل، أنتقل إلى قطاع غزة. معي من هناك محمد أبو حطب. محمد مرحبا بك معنا. تحية لك ولجميع المشاهدين. نعم، بداية محمد لو تنقل لنا الأجواء في مدينة غزة لهذا اليوم. يعني الأجواء في غزة هي أجواء تضامن مع جمهورية مصر العربية بعد الجريمة التي ارتكبها الإرهابيون في إحدى المساجد غرب العريش في سيناء، وراح ضحيتها العشرات من المصلين في هذا المسجد. هذه الجريمة لاقت استنكارا واسعا على مستوى القيادة والسيد الرئيس. هنا الفصائل أيضا استنكرت هذا العمل الإجرامي بحق المدنيين الأبرياء والمصلين في المسجد، استنكروا بشكل كبير. الجماهير هنا أيضا المواطنون استنكروا هذه العملية الإجرامية واعتبروها هي تمس بالأمن القومي المصري وتستهدف المنطقة العربية بالكامل. هنا معي في الميدان الباحث الأستاذ أحمد عوض الله. أستاذ أحمد، يعني ماذا يستهدف من ارتكب هذه الجريمة؟ حقيقة ما حدث في جمهورية مصر العربية يوم أمس من استهداف للمسجد واستشهاد أكثر من 300 شخص من المصريين المسلمين، حقيقة هي جريمة كبرى، جريمة لا يمكن أن تمر مرور الكرام، لها ما بعدها ولها ما قبلها. ما حدث في مصر عبر السنوات الماضية بدأ بالكنائس في محاولة لشق صف المسلمين عن المسيحيين وزراعة الفتنة في الشارع المصري. حقيقة ما استهدفت مصر، استهدف السياح في مصر، استهدف الأمن المصري وقوات الجيش والشرطة المصرية، هذا الجيش الكبير القوي. مصر تتعرض لمؤامرة كبرى. مصر ليست بمعزل عما حدث في العراق وحدث في فلسطين وحدث في سوريا واليمن وليبيا. مصر ستكون في نظر من يريد بها شرا ستكون هدفا دائما لمحاولة إضعاف هذه الدولة القوية، هذا الجيش المتماسك القوي. هم حاولوا قبل ذلك، للأسف سقطت العراق وسقطت سوريا وسقطت ليبيا واليمن وكثير من المناطق العربية، لكن مصر صمدت. مصر استطاعت بقوتها وبقوة تماسك شعبها وجيشها والتفاف هذا الشعب العظيم حول قيادته وحول جيشه، استطاعت مصر أن تصمد حتى الآن وستصمد مصر إن شاء الله. ولكن هذا لا يعني أن من يضع الخطط والمؤامرات ضد مصر سيصمت عنها، بالعكس سيستمر وستزيد. الرسالة التي وجهت أمس من هؤلاء الإرهابيين ومن يدعمهم ومن خطط لهم ومن بعثهم ومن أموالهم بالمال والسلاح هي محاولة لزرع فتنة جديدة في مصر. الآن الرسالة ليس الجيش هو المستهدف وليس الأمن هو المستهدف لوحده، ولكن الشعب المصري، زرع الخوف كي يشعر كل مواطن مصري أنه هدف في بيته في محل عمله في مسجده. الذين قتلوا أمس هم مصلين أبرياء عزل، أرادوا الإرهابيين توجيه رسالة، أراد الإرهابيون توجيه رسالة لكل مصري أن هناك خوف يجب أن يزرع في هذه البلاد. طبعا إذا زرع الخوف في مصر، مصر نتكلم عن 100 مليون إنسان، أكبر دولة عربية. أستاذ أحمد، يعني كيف تأثيره على الوضع الفلسطيني هذه الجرائم وهذا الاستهداف؟ يعني هل له انعكاسات وتأثير على الوضع الفلسطيني؟ بالتأكيد الوضع الفلسطيني يتأثر بأي شيء يحدث في منطقتنا، وخصوصا عندما نتحدث عن مصر. مصر هي الجارة، مصر هي الكبيرة. الشعب المصري لديه هناك ارتباط عاطفي وارتباط إنساني وارتباط أخوي وارتباط ديني بمصر. كل شيء في فلسطين يتكلم عن مصر. إذا تحدثنا عن الجزء الإقليمي المحاذي لمصر وهو غزة التي نحن فيها الآن، غزة مرتبطة ارتباط كبير جدا نفسيا ومعنويا وعاطفيا وإنسانيا وأخلاقيا وعربيا بجمهورية مصر العربية. غزة أي شيء يحدث في مصر له صداه الكبير في غزة. على أبسط شيء ممكن نتحدث عنه، عندما حدثت الجريمة بالأمس في مصر، أبسط شيء كان المواطن اليوم الغزي أو المواطن الفلسطيني في غزة كان ينتظر أن يفتتح معبر رفح وأن تنعم مصر بالسلام كي ينعكس علينا هذا السلام، لكن للأسف أراد الإرهابيون غير ذلك وأرادوا أن يضربوا مصر ويضربوا ويرتكبوا هذه الجريمة. تأثر للأسف، كان مفترض المواطنين في غزة ينتظرون اليوم على الأقل فتح المعبر
وهذه بالنسبة لنا سلامة مصر أهم من كل شيء، أهم من كل المعابر، ولكن للأسف أغلق المعبر لتداعيات أمنية نتفهمها نحن كفلسطينيون، وبالعكس نقف إلى خلف مصر ونتمنى أولا وأخيرا السلامة لمصر. شكرا أستاذ. يعني حقيقة يعني هذه الجريمة تركت آثارها السلبية على الوضع، وهنا الاستنكار كان واسعا والشعب هنا يتألم لآلام هؤلاء الأبرياء الذين سقطوا في إحدى المساجد وهم يؤدون الصلاة. إليك. أما هنالك مصادر تحدثت عن إغلاق معبر رفح بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها مصر مساء أمس، ما صحة هذه الأنباء؟ جاهزة. المفوضات المصرية أبلغت السفارة الفلسطينية في القاهرة بأن المعبر هو كان من المقرر أن يفتح اليوم لمدة 3 أيام، ولكن بسبب هذه العملية الإجرامية والنشاطات الأمنية في سيناء التي يقوم بها الجيش المصري أغلقت وأبلغت السلطات المصرية السفارة بأن المعبر مغلق إلى حين الانتهاء من هذه الإجراءات. حقيقة هل شهدت الأوضاع الميدانية في قطاع غزة على الحدود الشرقية؟ نعم تفضل محمد. أكمل. يعني الأوضاع الميدانية في قطاع غزة على الحدود الشرقية هناك تعزيزات إسرائيلية كبيرة وحركة للآليات وإطلاق نار مكثف من قبل الآليات باتجاه الأراضي الزراعية والمواطنين، الأمر الذي يشكل تهديد وخطورة على حياة المواطنين. في البحر أيضا الزوارق الإسرائيلية تطلق نيران رشاشاتها باتجاه زوارق باتجاه قوارب الصيادين، وهذا الأمر أيضا يشكل خطر على عمل الصيادين في البحر. هناك يعني طائرات الاستطلاع تجوب سماء قطاع غزة بارتفاعات منخفضة طوال الليل وحتى ساعات الصباح الأولى. يعني هذه الأجواء حقيقة في قطاع غزة. نعم. إذن كان معنا من قطاع غزة مراسلنا محمد أبو حطب، أشكرك جزيل الشكر. والآن أنتقل إلى مدينة السلام، مدينة بيت لحم. معي من هناك مراسلتنا حياة حمدان. حياة مرحبا بك معنا. أهلا بك أمل وبكافة المشاهدين. نعم بداية حياة، يعني أرى أنك تتواجد الآن في بيت جال، أليس كذلك؟ نعم نحن في بيت جال الآن، ونبدأ أخبار محافظة بيت لحم لهذا اليوم، حيث تنظم لجنة التنسيق الفصائلي في المحافظة وقفة تضامنية مع الشقيقة مصر العروبة ضد الإرهاب، وذلك استنكارا لجريمة القتل البشعة بحق المصلين شهداء مسجد الروضة في سيناء. هذه الفعالية التي دعت لها بالأمس لجنة التنسيق الفصائلي ستكون اليوم في تمام الساعة 6 مساء اليوم في إضاءة شموع في ساحة المهد. نعم. وستكون هناك مشاركة واسعة من أهالي المحافظة. أيضا في خبر محلي آخر، مساء أمس أزال مستوطنون بيوتا متنقلة من أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان هنا في بيت لحم فإن هذه البيوت المتنقلة هي 4 بيوت كان قد نصبها سابقا المستوطنون في أراضي أو في أرض المزارع إبراهيم سليمان صبيح في منطقة وادي الغويط، وذلك بعد قرار انتزعته هيئة مقاومة الجدار من إحدى المحاكم الإسرائيلية. هؤلاء المستوطنين كانوا ينوون إلى إقامة بؤرة استيطانية في هذه الأراضي، وهي مجاورة لأحد البؤر المسمى سيدي بوعز، وبذلك توسعتها لصالح مستوطنة على حساب أراضي المواطنين في بلدة الخضر. وأيضا في أخبار أخرى، هنا في بلدية بيت لحم سيكون هناك حفل تكريم في تمام الساعة 4 من عصر هذا اليوم، حفل تكريم لأعضاء ورؤساء مجالس بلدية بيت لحم سابقين منذ العام 1972 لحتى العام الحالي 2017. وأيضا سيكون هناك حفل توقيع لتوأمة اتفاقية توأمة بين مدينة بيت لحم وأحد المدن الإيطالية. هذه هي مجمل الأخبار هنا في محافظة بيت لحم، وعودة لك زميلتي. نعم. أمل، حياة المدينة المقدسة، عفوا مدينة السلام، مدينة بيت لحم تشهد في هذه الأيام التحضيرات لأعياد الميلاد المجيدة، كيف تبدو الصورة في مدينة بيت لحم وكيف رأيت حركة السياحة؟
نعم، حتى الآن إضاءة الشجرة لم تكتمل زينتها أقصد، سيكون إضاءة الشجرة في الثاني من الشهر المقبل، في الأسبوع القادم أي في الثالث من الشهر المقبل يوم الأحد القادم سيكون هناك افتتاح لسوق الميلاد، وهو أولى فعاليات تحضير وبدء موسم احتفالات أعياد الميلاد، حيث هذا سيكون سوق الميلاد 17 المنظم من قبل بلدية بيت لحم ومؤسسات أخرى. سيكون في هذا السوق العديد من الفعاليات سواء الفنية الموسيقية والمسرحية بمشاركة محلية وأجنبية، إضافة إلى أيضا عرض لمنتوجات محلية وتقليدية. نعم. وأيضا هذا السوق هو باكورة فعاليات بدء مراسم استقبال أعياد الميلاد المجيدة، تحضيرا وتشجيع أيضا للمواطنين بالتحضير للأعياد وشراء الزينة وشراء كل مستلزمات عيد الميلاد المجيد لهذا العام. نعم، إذن مراسلتنا حياة حمدان حدثتنا من محافظة بيت لحم، أشكرك جزيل الشكر. الآن أنتقل إلى مدينة نابلس، معي من هناك مراسلتنا وعود مسامي. وعود مرحبا بك معنا. مرحبا بك أمل وبالسادة المشاهدين. يعني وعود، لو تنقلي لنا الصورة في مدينة نابلس لهذا اليوم. في نابلس هذا اليوم هو يوم ثقافي فني بامتياز. في صباح هذا اليوم قمت بإعداد تقرير يتحدث عن العلاج النفسي وتفريغ الشحنات السلبية لدى الأطفال عن طريق الرسم والألوان، وذلك في مركز جيهان الثقافي في بلدة جماعين جنوب مدينة نابلس. يتحدث التقرير عن أهمية الرسم في تعديل مزاج الطفل وفي تفريغ الشحنات السلبية عنه. يتحدث أيضا عن الأطفال الذين يتعرضون لتعنيف أسري ومشاكل مجتمعية ونفسية، وكيف يسهم الرسم في ترجمة بعض السلوكيات التي قد تبدو غير مفهومة للطفل. هذا التقرير ستشاهدونه وتشاهدون كل تفاصيله عبر نشرات الأخبار لهذا اليوم. أما فيما يتعلق بالمكان الذي أتواجد به الآن، فأنا أتواجد في المركز الثقافي في مدينة نابلس، حيث افتتحت وزارة الثقافة معرضا للفنان أسامة حماد يتحدث حول أو بعنوان البلدة القديمة تراث ومقاومة. هذا المعرض يحتوي على لوحات زيتية وعلى فخار والكثير من الإبداعات التي سنتعرف عليها وإياكم من الفنان أسامة حماد. يسعد أوقاتك. يسعد صباحك. يسعد صباحك ويسعد مساك. يعني تحدثنا أكثر عن هذه اللوحات. هاي اللوحات يعني هي عبارة عن مجموعة من الأعمال الفنية اللي قمت بإنجازها عبر وقت من الزمن. بتحكي عن نابلس البلدة القديمة وجميع البلاد القديمة، البلدات القديمة في فلسطين، وهي كانت من حضارتنا ومن تراثنا، فيها حكايات كثيرة وفيها قصص كثيرة كانت موجودة. حاولنا نجسد بعض منها في بعض الأعمال، سواء على الكانفاس اللي هو اللوحات، وعلى الأجرار اللي هي كانت معدات يستعملوها الناس في بيوتهم وفي حياتهم اليومية. رجعنا شوي بالماضي، جسدنا الحكي هذا برسمات ولوحات تراثية قديمة وبلوحات موجودة على الجرار، يعني الجرار نفسها عطقناها ورجعناها للزمن القديم ورسمنا عليها الأماكن اللي كان يعيشوا فيها هاي الجرار. يعني الجرة هاي كانت تعيش في البيوت هاي، جسدناها، كانت تحملها المرأة الفلسطينية، حطينا المرأة الفلسطينية على الجرة، كان يحملها الرجل في البلد، حطيناها برضو كمان، حطينا اللوحات عليها. المقاومة الفلسطينية كانت كمان في اللوحات موجودة، كانت ضمن الاكتظاظ السكاني وضمن الاكتظاظ المعماري اللي كان موجود، كان يتواجد الفدائيين منهم الرئيس الراحل ياسر عرفات وفدائيين فلسطين الذين كانوا يقودوا الثورات الفلسطينية. أطلعناهم بلوحات تعبيرية واقعية خيالية موجودة كانت، ولكن حاولنا نجسد ونذكر الناس بفكرة انه المقاومة طلعت من البيوت القديمة، كل بلدات فلسطين القديمة، مش بس البلدة القديمة في نابلس. نعم، يعني نشاهد انواع غير متداولة من الاوراق التي تقوم بالرسم عليها. نعم، هاي الاوراق هي عبارة عن
ورق البردة هو أنا أحضرته من مصر، حبيت إنه يكون إشي جديد في 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 طابعنا أو في في لوحاتنا، على أساس إنه يكون اندماج للحضارات القديمة العربية والإسلامية والفرعونية، دخلتها على اللوحات تبعتنا الفلسطينية، لأنه إحنا مدرسة فلسطينية، يمكن بعتبرها مدرسة فلسطينية. فلسطين عملت لنا أدباء وشعراء وفنانين، وكان في أعمال مشتركة، وحطيناها هاي كمان على أساس إنه نفرجي المواطن ونفرجي الإنسان المتذوق للفن إنه إحنا قادرين إنه نوجد من جميع العالم، نوجد خامات ونقدر إنه نستمر ونعطي وجهة نظر جديدة للفن الفلسطيني. يعني هي لوحات تعبر عما تزخر به بلداتنا القديمة، سواء في نابلس، في الخليل، في القدس، وفي كافة أنحاء الوطن، من عبق التاريخ ومن تراث يعبر عن الهوية الفلسطينية. أنا أشاهد أيضا أنك تقوم بالرسم على الفخار. هذا أيضا غير متداول بشكل كبير. نعم صحيح، هو الرسم على الفخار يعني مش متداول كثير في عندنا هون، بس أنا حبيت إنه يكون في إشي جديد قديم، الفخار القديم، حتى لو الجديد إحنا يعني هو الفخار هذا إحنا منجيبه جديد ومنعتقه، يعني بعتقه أنا بإيدي وبرجعه لزمنه القديم وبرسم عليه، يعني كمان إنه بعطيك كمان الطابع اللي كانت عايشة الفخارة هاي فيه، وين كانت عايشة هاي الفخارة، إيش كان يعني ممكن يسأل الإنسان ليش هاي الفخارة كانت مصنوعة، كانت عايشة أنها كانت موجودة في البيت، كانت موجودة بإيد الناس، بإيد الرجل، بإيد المرأة، كانوا يأكلوا فيها، يشربوا فيها، يحطوا العسل فيها، يحطوا الزيت فيها، يعني كثيرة الاستخدامات، ولكن هي حضارتنا فعلا، حضارتنا وثقافتنا القديمة اللي انتست شوي، احنا بنحاول نذكر الناس فيها ونفكرهم انه هذا تراثنا بدنا نحافظ عليه، انه هو هويتنا، هو هويتنا وحضارتنا. بشوف انك عم بتسعر، تضع اسعار على الجرار وعلى اللوحات المختلفة، كيف ترى اقبال المواطنين على الشراء واقتناء مثل هيك تراث؟ نعم، احنا انا حطيت اسعار معقولة اللي الناس تقدر تقتني، لانه كمان في الاحجام، يعني الفخار الكبير، الزير الكبير، عملت منه زير صغير، في فرق بالسعر، كمان الانسان ممكن انه يقتني، يحب الست او الرجل او الشاب او الصبيه يحط عنده في البيت او في المكتبه او في الواجهه او في الطاوله، اي شيء بده يقدر يشتري بيقدر، متناول ايده، يعني السعر معقول جدا جدا انه المواطن يقدر ياخده بالسعر اللي بده اياه ويقتني هاي التحفة، لأنها فعلا هي حضارتنا وهي ثقافتنا، وأجمل بكتير ما أنه إحنا نجيب شيء مستورد مش من حضارتنا، نحط شيء من حضارتنا في بيتنا أجمل بكتير. بما أنه نحن يعني هذا المعرض يقام على تحت رعاية وزارة الثقافة، ما المطلوب من وزارة الثقافة لدعم الفنانين ولا يدعم مثل هيك معارض؟ أول شيء أنا بدي أشكرهم، أشكر وزارة الثقافة، وبدي أشكر مركز الطفل الثقافي وبلدية نابلس لرعايتهم واحتضانهم لنا. من طالب إنه يكون في دائما، هذا طبعا هو يعني الجاليري المعرض هون دائم، هم عمرهم ما يعني عمرهم ما رفضوا، بالعكس بشجعوا، ولكن من طالب إنه كمان يعطوا تحفيز للناس على أساس إنه الفنانين والموهوبين الفلسطينيين اللي عندهم قدرات إنهم يبدعوا ويقدروا يسووا إشي، يعطوهم مجال بأماكن ممكن تطور أكثر من هيك. وهذا المركز أنا بدايتي كانت فيه في سنة 2000، أول معرض كان إلي اسمه نابلس بريشة فنان، وهذا المعرض الثالث في المركز هون مع الأخت رسمية المصري. بشكر الدعم اللي قدموا لنا اياه استاذ حمد الله، بطلب انه يكون في متابعه للفنانين في تواجد الفنانين الفلسطينيين، على اساس انه يقدروا يعرضوا في اي وقت وايش ما يكون تحت رعايتهم. نعم، هل تسعى للمشاركة بمعارض خارج محافظة نابلس في محافظات أخرى لتعريفهم على هذا التراث النابلسي؟ صحيح، إن شاء الله إحنا يعني أنا شاركت في عدة معارض خارج نابلس، ولكن بسعى إن شاء الله إنه يكون في إلي
في جميع فلسطين المعرض يتنقل وخارج فلسطين كمان على مستويات أخرى، وإن شاء الله إنه بكون في يعني في رعاية لهذا الموضوع لأساس إنه نوصل فكرتنا ونوصل حضارتنا لأبعد مستوى اللي الناس يقدر تعيش فيه. نعم الفنان أسامة حماد أشكرك جزيل الشكر. نعم زميلتي أمل، يعني هذه طبيعة الصورة في محافظة نابلس حتى هذه اللحظة. نعم إذا وعود مسامي من محافظة نابلس أشكرك وأشكر ضيفك أيضا. ننتقل إلى محافظة طول كرم، معي من هناك مراسلنا إيهاب الضميري. إيهاب مرحبا بك معنا. مرحبا بك يا أمل ومرحبا بالسادة المشاهدين. نعم بداية إيهاب، كيف تبدو الصورة في محافظة طول كرم لهذا اليوم؟ نعم قبل الحديث عن الفعاليات لهذا اليوم أو الفعاليات المتوقعة لغد، نتحدث اليوم عن الحركة الاقتصادية النشطة التي بدأت منذ ساعات الصباح كما تشاهدون في خلفية الصورة. هناك حركة كبيرة، حتى هناك أزمة مرورية واضحة في المدينة. هنا الكاميرا تتحرك لترصد هذا النشاط التجاري. يعد يعني هذه الأيام أو هذا اليوم يعد من الأيام المهمة كما قلنا سابقا لطول كرب، وهو يوم السبت وهو يوم تجاري نشط بدرجة كبيرة جدا، حيث دائما ما يشهد تواجد للمواطنين في الأسواق في أسواق مدينة طول كرم. ونحن غالبا هنا في منطقة هي منطقة تجارية نشطة بسبب تواجد لمجمعات تجارية مختلفة هنا في هذا الشارع الذي يعرف بشارع المستشفى الحكومي. أيضا الأهل من داخل الخط الأخضر دائما ما يتوافدون إلى طول كرم من أجل شراء الاحتياجات الأسبوعية. دائما يوم السبت إذن يعد يوم مميز في المحافظة من الحركة التجارية النشطة، أيضا بسبب العطلة أيضا وهو يوم عطلة أسبوعي خاصة في المؤسسات الرسمية. وبالتالي إذن يعني اليوم من الأيام المميزة في طول كرم، وتحديدا هذا اليوم من هذا الأسبوع يختلف عن الأسبوع الماضي حيث نشهد بالفعل أزمة مرور، وهي تدل على حركة تجارية كما قلت نشطة. هذا الشارع الذي تشاهدونه الآن في الصورة وهو معروف بشارع باريس من الشوارع الذي دائما ما يشهد الأزمة المرورية، كلما كانت حركة تجارية في طول كرم حركة نشطة. إذن يعني في المجمل العام هذا الوضع في مدينة طول كرم. بالأوضاع الميدانية طول كرم لم تشهد أي نشاط لقوات الاحتلال منذ الليلة الماضية أو أي أحداث ميدانية منذ الليلة الماضية وفجر اليوم، تبدو الأوضاع هادئة جدا. الآن ننتقل لقضية الفعاليات المختلفة في طول كرم. اليوم كانت هناك منذ الساعة 10 صباحا وحتى هذه اللحظة ورشة للجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية تتعلق في قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتنفذ هذه الورشة هيئة المنظمات الأهلية، حيث يحاول القائمون على الورشة نقل مفهوم الديمقراطية لمجموعة من النساء والمشاركين ممثلي الجمعيات الخيرية والأهلية. الديمقراطية كنظام حياة وليس فقط كنظام حكم. أيضا تتحدث الورشة في جانبها الآخر عن حقوق الإنسان سواء في المواثيق الدولية أو حسب القانون الفلسطيني، وبالتالي هذه الورشة تعد من الورشات المهمة لتعزيز واقع الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال الجمعيات والمجتمع الفلسطيني هنا في طول كرم. وأيضا تتحدث في جانب آخر عن جانب الانتخابات وأهميتها لتعزيز واقع الديمقراطية. على الجانب الآخر يوم غد الأحد ينتظر في طول كرم أن يتم إطلاق حملة رفقا بالنساء، وهي ضمن اليوم العالمي المناهض للعنف ضد المرأة. هذه الحملة سيتم إطلاقها من أمام ميدان الشهيد دكتور ثابت وسط طول كرم، وهي الحملة التي دعت لها نقابة المحامين الفلسطينيين وتحديدا اللجنة المرأة في هذه النقابة من أجل تعزيز مفهوم حماية النساء، من أجل تعزيز مفهوم حماية النساء قانونيا وحقوقيا،
تحت عنوان رفقا في النساء، وأيضا من أجل دفع المؤسسات أكثر وأكثر حتى دفع القوانين باتجاه حماية النساء تحديدا المعنفات، وبالتالي هذه الحملة من المتوقع أن يشارك بها كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والنقابات لرفع صوت واحد في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو أن النساء بحاجة لحماية أكثر وأيضا بحاجة لإقرار قوانين ولنظم قانونية وحقوقية تحميهن من العنف التي تتعرض لهن النساء. إذن مراسلنا إيهاب دميري كنت معنا من محافظة طولكرم، أشكرك جزيل الشكر. أنتقل إلى مراسلنا علي دار علي من محافظة رام الله. علي مرحبا بك معنا. مساء الخير لك زميلتي ولكافة السادة المشاهدين. نحن الآن نقف أمام منزل سفير جمهورية مصر العربية والشقيقة لدى دولة فلسطين في محافظة رام الله والبيرة، وهذا المنزل الذي الآن يؤمه العشرات من الشخصيات الاعتبارية في المحافظة كما ترون. يعني نعم زميلتي إن كنت تسمعينني، نعم الآن نعم أسمعك علي. قبل قليل أكمل. وصلت العديد من المواطن. نعم إذن مشاهدينا، يعني كانت هذه وقفة تضامنية أمام منزل السفير المصري، وذلك تضامنا مع ما حدث لمصر مساء أمس من هذا التفجير الإرهابي. طبعا كان الهجوم على مسجد الروضة في مصر خاصة في محافظة شمال سيناء، إذا كانت هذه الوقفة التضامنية مع مصر. إذا نعود مجددا إلى مراسلنا علي دار علي، تفضل علي. نعم زميلتي، عدد من الشخصيات الاعتبارية والسياسية في المحافظة، أيضا رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية في المحافظة، كل ذلك ممثلا بعدد من القيادات الأمنية في محافظة رام الله والبيري، وبطبيعة الحال برفقة محافظ محافظة رام الله والبيري الدكتورة ليلى غنام، حيث الآن يعني الوفد الفلسطيني الذي جاء لتقديم واجب العزاء لدى الشقيقة مصر بما حدث أمس، طبعا بطبيعة الحال جراء الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة العشرات من المصريين. على أي حال هذه الوقفة وهذه الزيارة تأتي ضمن العلاقات التاريخية والوطيدة بين فلسطين وجمهورية مصر العربية والشقيقة مصر، التي كانت تقف دائما إلى جانب شعبنا الفلسطيني ومناصرة لقضيته العادلة. هذه الرسالة ستنقل أيضا بطبيعة الحال لدى القيادة المصرية. هنا يتم يعني هذا الوفد الآن بدأ يغادر منزل سفير جمهورية مصر العربية بعد أن قام بواجب العزاء. نلاحظ رجال الدين، نلاحظ رجال و شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية يؤمون هذا المنزل لتأدية الواجب العزاء، وأيضا الشخصيات رجال الدين المسيحيين والإسلام. نعم. أيضا الدكتورة وعطوفة المحافظة. نعم. إذن مراسلنا علي دار علي كنت معنا من أمام منزل السفير المصري في رام الله، أشكرك جزيل الشكر. نترحم على شهداء مصر جميعا، نتمنى أيضا السلامة للجرحى. إذن مشاهدينا كنا معكم في جولة من خلال شبكة مراسلونا في الميدان، اطلعنا على آخر المجريات والأحداث في محافظات الوطن كافة، لتبقوا دائما في قلب كل ما هو جديد. ألتقي معكم عند موجز الواحدة، إلى اللقاء.